تاني نقطة، الشيطان بيعمل عند الواحد التباس ما بين الحلال والحرام وبيشوش عليه، بيخلي الواحد مش عارف انا فلوسي حلال ولا حرام، جبتها منين وهصرفها منين، طب انا هعمل ايه، الحياة بقت صعبة والدنيا بقت غلا وحاجة تقرف، طب هعمل ايه، هجيب فلوس منين، مفيش قدامي حل غير ان انا يا اما افتح الدرج بتاعي يا اما امشي حالي، لازم اعمل كده عشان عيالي ما يموتوش من الجوع، طب اعمل ايه تاني، الدنيا غالية والحياة بقت صعبة وكل مدى الموضوع يبقى بائس اكتر، ايه يعني، ايه المشكلة يعني، ايه انت ما تصعبهاش كده وتحبكها قوي كده يعني، مفيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال الصالحات فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بعدين ازاي انا هجيب فلوسي من حرام، النبي قال كل ما نبت من حرام فالنار اولى به. بعدين الانسان هيسال عن فلوسه دي، عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه، انا هتسال عن فلوسي دي انا جبتها من حلال او حرام، وكمان هتسال تاني مره عن فلوسي انا صرفتها في حلال او حرام، فالحساب هنا هيكون مضاعف، فانا ما اقدرش خالص ان انا افكر اجيب فلوس من الحرام اصلا.